هاد السيمانه ما حطينا حتى شي فيديو، والسبب اخوتي المغاربه كيرجع للمرض، ودابا الحمد لله حسيت براسي وليت مزيان وما قديتش نزيد نصبر بلا ما نرد على جماعه الشلاه بيا. هاد الاسبوع اللي غبنا فيه دازت مجموعه الاحداث المهمه، وغادي نحاولوا نهضروا على الاهم. في الاول نبداو بالسيارات اللي تصنعت في المغرب، وموراها ندوزوا لحكام فرنسا المزومحه اللي بغاو يزومحوا اي واحد مشى عندهم. وفي الموضوع الثالث غادي نتكلموا على الماتش اللي بغات ديروا الجزائر مع دوار القياطنو العجاج، بمعنى الجزائر الجنوبيه غادي تواجه فريق من الجزائر الشمالية. يا والله القسم الى عشرة في عقيل رول ما عنده باجاج. ترخ يا العجاج يا ودي. بلادنا في كل مرة كتأكد على مقولة المغرب فخر العرب، ولينا في كل شهر تقريبا كنسمعوا بزايد سمية بلادنا في منابر عالمية، وهذا الشيء طبعا غادي يرجع علينا بالنفع. بزاف د الناس جاوا للمغرب مور إنجاز المنتخب المغربي في كأس العالم، وموراها نضمنا كأس العالم للأندية بحضور أشهر الفرق، ومرة أخرى نجحنا في استقطاب المزيد من السياح، وحاليا المغرب داير بوم في العالم كامل بسبب صناعة سيارات 100% مغربية. من دون مقدمات، إن قلت لكم بأن دولة عربية ستبدأ في صناعة سيارة محلية سيكون هذا الأمر كافيا لأن نفتخر بهذا الإنجاز. فماذا لو كانت هناك أيضا سيارة ستكون عربية الصنع وتواكب متطلبات المستقبل بكونها صديقة للبيئة؟ نتحدث هنا عن إنتاج أول سيارة مغربية الصنع والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها شخص مغربي. فتم الكشف في حفل ترأسه العاهل المغربي محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط عن سيارة مغربية الصنع من إنتاج شركة نيو موتورز، والتي قامت بإحداث وحدة لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير. يتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27,000 وحدة. هذا الأمر لا يقتصر على صناعة أول سيارة مغربية صديقة للبيئة فقط، فمن المتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 15 مليون دولار مع إمكانية توفير 600 فرصة عمل. المغرب غادي في الطريق باش ينافس اكبر الدول الصناعيه في العالم، والصحفيين الجيران المكفسين فراعين لنا راسنا، قال لك دشنو محلابه. اشرف اليوم على تشين نقطه بيع الحليب ومشتقاته ببلدية بورا وم بالعاصمة، تبقى لتعليمات سيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية وكذلك تعليمات رئيس المدن العام لمجمع جبلي. قمنا اليوم على بركة الله بفتح نقطة بيع ببلدية بروبا، وهذا بالتنسيق مع السلطات المحلية. نقدم نداء المواطن الكريم إلى داعي لتخزين هذه المادة، بحكم أن لنا إمكانيات من ناحية الإنتاج مسحوق الحليب لابودر دولي، عندنا مخزنة وبكمية معتبرة، فلا داعي للمواطن الكريم يقوم بتحجير أو لكونجيلاسيون تاع هذا المادة. وفاش زادوا تطوروا دشنو روبيني جبد لنا كاس عمر والله العظيم سيتو اللي يشرب معايا يعني نعاودوا ندفكوا هذه. لا معليش اسمح لي عاد سانديز انا. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. والله مياه عذبة يعني وفيها هذا الحمد لله. برخ يا التطور يا ودي، كل مرة كيبرهنوا على انهم بالصح اشرف عقيل. ندوزوا نشوفوا التعاليق اللي جات مور النجاح المغربي في صناعة السيارات ونرجعوا. هذا الانجاز المغربي لاقى تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا يكتب عنه علاء الدين؟ قلناها مبروك المغرب تفوق كرويا، والآن نقول مبروك المغرب تقدم صناعيا وموفقين إن شاء الله. أما هنا طارق، لتشجيع الصناعة لازم الدولة تقوم بشرائها كسيارات لمختلف الوزارات عوض السيارات الأوروبية. أما هنا تدوينة لشرف يكتب، من الأفضل أن نستثمر في العنصر البشري المغربي، لدينا مؤهلات تمكننا من النهوض بهذا الوطن العزيز والتخلص من التبعية الخارجية للبنك الدولي وتبعية الماما فرنسا.
طبعا المغرب بدا شحال هادي كيسالي مع دوك الاتفاقيات اللي كانت مع فرنسا، ماشي بحال دولة الكابرانات بقى لهم غير يعبدوه، ولكن زوما حدي ما كيتبع اللي بحالو، كيلقاو الحنان مع بعضياته. كنا كنعرفوا باللي فرنسا اكبر دولة مزومحة في العالم، والمشكل انهم كيبغيو يفرضوا تسومحيت على اي واحد دخل عندهم، يقدوا يديروها مع كلشي الا السبع المغربي. ضروري ما يتلاقاو مع شي مغربي قح اللي ما يقبلش هاد الفعايل الشيطانية. واللي محيرني اخوتي المغاربة هو انه اللاعبين المسلمين كثار في ديك البلاد، علاش ما يديروش يد في يد، يتفقوا كاملين وما يلبسوش داك الوسخ، ماشي غير واحد اللي يهضر على حقه. او دير الراجل كيبقى راجل، ابو خلال مسكين واخا جات فيه الدقه بقى واقف، هو شخص كيحترم راسه، وكذلك الطرف الاخر خصو يحترمه. زكريا قال بلي ما عندوش مشكل مع الزوامح، اللي بغى يدير شي حاجه شغلو هذاك، ربي هو اللي كيحاسب، ولكن هذا ما كيعنيش انهم متفق معاهم. نخليكم مع الرد ديالو ونرجعوا. انا من اتخذت القرار بعدم المشاركه في مباراه نانت الفرنسي. أولا وقبل كل شيء أرغب في التأكيد على أنني أحمل أقصى قدر من الاحترام لكل فرد بغض النظر عن تفضيلاته الشخصية أو الجنس أو الدين أو الخلفية. هذا مبدأ لا يمكن التعبير عنه بما يكفي. إن الاحترام قيمة أحتفظ بها وأقدرها بشكل كبير، إنها تمتد إلى الآخرين، ولكنها تشمل أيضا احترام معتقداتي الشخصية، وبالتالي لا أعتقد أنني الشخص الأكثر ملائمة للمشاركة في هذه الحملة. أتمنى بصدق أن يتم احترام قراري تماما كما نتمنى جميعا أن يتم التعامل معنا باحترام. وفاش خرج بهاد الهضرة الزوامح ديال فرنسا ما عجبهمش الحال، قال لك خصو يلعب بالتوني اللي فيه الألوان صحة، ناضو بغاو يلصقوا له مونتيف ويشريوها له مع مسؤولة فرنسية. أحقا ما حقا كيهين المرأة، ولكن ما تديرش ما تخافش، النجم المغربي يقدر يفك راسه مرة أخرى، تصل بالمسؤولة وسهل المشكل، وهي براسها عارفة باللي هاد التهمة اللي تلصقت لزكريا خاوية، واتفقت معاه يخرج بتصريح كيخصهم بجوج. نسمعوا شنو قال. اتفقنا أنا ونائبة عمدة تولوز على وضع حد لهذا الموضوع نظرا لتأثيره علينا وعلى عائلاتنا، شكرا لكم على التفاهم. خص أي لاعب مسلم ما يفكرش يلعب في فرنسا، ديك الساعات بالسيف عليهم يحيدوا هاد الأنانية اللي فيهم. ندوزوا للموضوع الثالث، داك المهرنط ديال الفرماجي غير كتخصو الشما كيولي يضرب ويخطاكي شي حوله. قال لك منتخب دوار القياطنو العجاج وصل العاصمة وغادي يلعب ضد فريق اتحاد الجزائر. إوا شفتكم حقرتوهم بزايد، علاش ما لعبتوهمش ضد منتخبكم باش ديك الساعات نسميوها الجزائر الجنوبية ضد الجزائر الشمالية، وزيدوا حتى منتخب القبائل ومنتخب الطوارق، هاكا تلعبوا دوري مخير يا الفرماجي بوشما. ايوا شنو نقول لك، سير الله يعطيك معطى الدجاجه، غير اللي جاي يقضي حاجه. نخليكم اخوتي مع التعاليق اللي جات في هذا الموضوع. نور الدين، منتخب الجمهورية القبائلية سيحل بالمغرب لمواجهة أحد أندية الصحراء المغربية. هشام، فضيحة هذه، دولة كتقسم بلادها بدون ما تدري. منتخب الجزائر الجنوبية يلعب ضد منتخب الجزائر الشمالية، حكام العار. ماكسيم، تفرتوها حتى مع الفرق ديالكم، بقالكم غير قياطنو العجاجية الريكس باللارج. محمد رشيقي، منتخب الجنوب الجزائري يحط الرحال بالجزائر ليلعب مقابلة بالجزائر، هذا داخل بلاسمية. شوفوا الحذاء الرياضي، آخر مدير، يبدو أن منتخب بوليخاريو له تاريخ عريق في كرة القدم. كبرانات الجزائر هبلوا حمقهم المغرب. محمد خبير، بيدق الكبرانات المخنطة الديوت الكرغولي. المدلول، زوجته فضحته في قطر، ومن طبيعة الحال أمثاله كتر في دولة اللقطاء، فهم لا يحشمون عن أعراضهم. عبد الغاني، وحسرته على فريق عتيد، لعب له بن الشيخ وآخرون، من خيرة أبناء العاصمة، هبط إلى الحضيض بقبوله اللعب لخليط من حتالة البشر، لا تدريب ولا هوية ولا ملاعب ولا شهرة ولاءات كثيرة. محمد، البوليساريو شعب الضباب والخراب والسراب، الجزائر تلعب في الماء العكر ومن يتبعها، ولن تنال من المغرب إلا الدمار. القدس عربية والصحراء مغربية، العنوان خاطئ، والصحيح هو أن منتخب البوليخاريو يصل الجزائر قادما من المجهول ليواجه منتخب القاعدة القادمة من أفغانستان. هذه المباراة ستحتضنها دولة الشر والطغيان، الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، حتى يرث الله الأرض وما عليها. محمد من المملكة المغربية الشريفة، يجب أن تنقل هذه المباراة في بي إن سبور ويكون معلقها راجب شمة أي الكالة.